احنا نحبوه يكون فضاء جميل ومريح للشباب الكل من خلاله يعبروا على في داخلهم بطرق فنية وغيرها. الشباب اللي عنده إبداعات ومهارات ويحب يعرضها، الشباب اللي يحب يتلقى المعارف وهم واجب الأجيال اللي أكبر منا، الأجيال اللي خاضت تجارب والأجيال اللي تلقت معارف واكتسبت خبرات. نشوفوا اللي احنا عنا حق في المعرفة اللي اكتسبوها هما، وعنا حق انهم يمررونا التجارب نتاعهم. احنا اليوم شباب المسار، عنا الحلمة الاولى نتاعنا نراو فيها بدات تتحقق، وعنا احلام اخرى واللي احنا متاكدين اللي هي زادة باش تتحقق. الفضاء الثقافي نتاعنا نحب كل من يجيه يحس اللي هو الفضاء الثقافي نتاعو وعنده الحق فيه، وإل سيكسبريم كيف ما يحب، واللي عنده نشاط سواء هذايا نتوجه به لرفاقنا من المنظمات الشبابية الأخرى، اللي عنده نشاط وإلا ندوة وإلا أي أكتيفيتي أخرى، راهو الأبواب نتاعنا مفتوحة ليكم وتنجموا تقدموها هوني، وإحنا نجموا نشاركوكم وإلا كما تحبوا نتوما. إحنا الفضاء الثقافي هذايا نحبوا يكون ثقافي وتثقيفي، تثقيفي بمعنى فولغاريزاسيون، والهدف نتاعو هو إعداد الشاب باش يكون مواطن تونسي، يحس إنه مواطن، باش يكون مواطن حداثي، مواطن يساري، مواطن ديمقراطي اجتماعي، وعلاش ليه ما يكونش مواطن مساري ويكون مناضل صلب المنظمة منظمة شباب المسار. الوقت اللي بعثنا جات الفكرة متاع بعث الفضاء الثقافي هذايا، خذينا وعد من عند كمغار سطحية السعيدي انها باش تقوم خلية انصات للشباب، خلية انصات ومتابعة للشباب، خاطر في المدة الاخرانية، المدة الاخرانية لاحظنا ياسر شباب تونسي الوسيلة نتاعو اللي ما يعجبوش الوضع يمشي للانتحار، فما معناتها فما مشكل حقيقي للشباب، ونرى انه خلية انصات تكون خلية انصات ومتابعة يعني مهمة برشا. من وراء هذا الكل احنا نشوفوه انه مثال مبتكر لفعل ممكن نسميوه سياسي او ثقافي او غيره، باش قلنا الشاب يعاود يحس بالانتماء للوطن. هذا اش معناتها يحس بالانتماء للوطن؟ معناها راهو الشأن العام والشأن السياسي يعنيه، ومن واجبه انه ينخرط في الاحزاب ويكون هو ويقدم فعل، معناتها ما يخليش المكان فاضي ويقول بعد مش عاجبني الوضع، لا لازم ينخرط في الاحزاب. ما نقول لكمش معناتها انخرطوا في منظمة شباب المسار ولا في المسار، لا انخرطوا في الاحزاب اللي تحبوها انتوما، اما المفيد تكونوا شباب فاعلين. المكان هذايا انا نحب ندعي الناس الكل من مثقفين مساريين والا مثقفين متعاطفين مع المسار، نقول لهم رانا احنا في حاجه ليكم، مش في حاجه ليكم، احنا عندنا حق فيكم انتوما انكم تجيو وتقدمونا ديزاتوليي، والا تجيو تحكيو لنا على اختصاصاتكم سواء معناتها في علوم صحيحه او علوم انسانيه، ورشه مثلا في ميادين فنيه، تحكيو لنا على حاجه في التاريخ، تحكيو لنا على صنعه اميتي. هذه الكل معناتها باش احنا كشباب توسع معناتها المعرفه نتاعنا باش نكونوا معناتها ثقافه عامه محترمه.
باش يعرفوا بنا ويعرفوا بالمشروع نتاعنا، وان شاء الله معناها الاحزاب الاخرى والمنظمات الشبابيه الحزبيه الاخرى تنتهج نفس الطريق اللي انتهجناه احنا، واحنا ما نجموش نخدموا وحدنا من غير اصدقائنا في الاحزاب الاخرى، وان شاء الله تنتهجوا نفس الطريق، وهكاك تعمل معرفه على الشباب، وهكاك يرجع الشباب عنده ثقه في الاحزاب ويهتم مره اخرى في الشان العام. نشكر زيدا الامانه العامه نتاع الحزب نتاعي اللي قدمت الدعم المادي والمعنوي. نشكر زيدا جميع هياكل الحزب والمناضلين نتاع الحزب الكل كيف اللي قدموا الدعم كل حد بطريقته، ونشكر شباب المسار اللي ساهموا في اعداد هالفضاء هذايا، وعندي شكر سبيسيال لحسين بيسا اللي هو اخر من خرج في المسار، واللي فما ايامات برشا ايامات روح فيهم الاربعة نتاع الصباح، ماضي ساعتين نتاع الصباح وما ثلاثة نتاع الصباح. ونشكر شباب المسار الكل اللي باش يشاركوا اليوم سواي معناتها جاوا من مختلف جهات تونس، واللي شاركوا في تنظيم حفلة التدشين هذايا، واللي باش يقدمونا عروض قصيره